لي خايب انه كان كاعر نفسي، كاعر شي معيور خايب، وانا ما يمكنليش نجاوبو. كانوا حاضريني الناس ديال الدوار، قالوا لها الشيطان رمرة، سير في حالتك رجعت عندو ماما. قلت له حشومة شريف، ما كان دير اعتبار لتا واحد، ركب على طوموبيلتو. تميت انا غادا وجا وسط الطريق سبني، سبني زعما ما كذبش عليك، ما يعني ما كان عارفوش، كان في واحد الحالة فحال شي واحد واكل شي حاجة، كان معصب. تميت غادا جاني وسط الطريق، انا باش ما نضربوش هربت عليه، خرجت في الشجرة، دخلت في واحد الحقل. والمشكلة انه بقى كيشوفني، شافني فاش تسطحت وفاش تضربت مع الفولون، وقف شافني وكمل طريقه. عادي، اشنو ممكن لك تقولي للجمهور الان اللي بغى يطمئن عليك اكثر؟ نقول لهم الحمد لله على خير، وشكرا لكاع الناس اللي عيطوا ليا واستفسروا على الامر وخافوا عليا. نشكر بزاف الحاجة فضيلة موسى مسكين خالتي، وقفت معايا في الريف.